جلاب رابط الأبطال الإفريقية وممثل تونس الوحيد في المسابقة هذه نجم رياضي الساحلي واجه غدوة الأهلي المصري الحسابية بالدور النصف النهائي في ملعب برج العرب بالإسكندرية انطلاقا من 6 متاع العشية. يدير اللقاء الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز. آخر أخبار الفريق ناخذوها من عند مبعوث كنوز فم الخاص للإسكندرية شادي سميدة. مرحبا بك من جديد شادي. مساء النور سلام. مرحبا بكل اللي يسمعوا فينا. كما قلت النجم الساحلي أنا تحذيراته المباراة غدوة ضد الأهلي المصري إجراء آخر حصة تدريبية صارت في الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب ودامت تقريبا ساعة ونص. أكيد حصة وضع فيها الإطار الفني للنجم الساحلي اللمسات الأخيرة قبل المباراة. نفكر زاد قبل الحصة التدريبية كانت صارت ندوة صحفية حضرها كل من المدرب الأول أوبير فيليود واللاعب أيمن الترابلسي. أحكيوا فيها على مدى جاهزية واستعدادات الفريق قبل 24 ساعة من المقابلة اللي باش تدور غدوة بحضور 50,000 متفرج من جانب الأهلي ويمكن 1,000 أو أكثر من جماهير النجم الساحلي اللي باش يكون دخولها غدوة الاستاد دون تذاكر. يعني يكفي الاستظهار بجواز السفر كمبدأ للمعاملة بالمثل باعتبار النجم الساحلي في مباراة الذهاب كان مكن الجماهير المصرية من الدخول أولمبي سوسة بجوازات السفر. على كل واحد من الملاعبية اللي باش يعول عليهم الإطار الفني في طرح غدوة الظهير الأيسر غازي عبد الرزاق يحكينا على المقابلة وآخر الاستعدادات. صح السنة فينا ماتش كبير ماتش روتور في الإسكندرية الناس كلها عارفين شنو قادمين إن شاء الله نافر واحنا إن شاء الله بكونتر جماعية كبيرة اسمها الأهلي باش نلقاو جمهور الأجواء اللي مستنسين بها مستنسين بها الولاد الكل معنا الطو نتاعنا هو الربح احنا رابحين ماتش لالي إن شاء الله نحاولوا المينيموم كان ما ربحناش نحافظوا على الربح نتاعنا إن شاء الله الناس كلها تشوف فيها حاضرة رحلة باهية وإن شاء الله نبداو في نهار إن شاء الله 80% ولا أكثر راح يزوز ثلاثة ولاد صغار معناتها البقية الكل مستنسين بالماتشات هذوما كما تعرف أنت العوام الأخرى تو ماتشات الكبار الكل تعدينا بيهم لعبنا فينال في جنوب أفريقيا والحمد لله وفقنا رب الناس كل مستنسة بالأجواء والناس كل حقيقة العباد الكل تشوفها تو الولاد الكل حاطين في قلوبهم وعارفين على شنو قادمين وما فماش أكثر عباد تحب تربح الماتش هذا هما الجوهرات معناتها ما تصورش قداش نحبوا نربحوا الماتش هذا نحبوا نتعداو للفينال إن شاء الله. كما قال غازي عبد الرزاق الملاعبيه الكل جاهزين وخاصة مستنسين بمثل هذه المقابلات الكبيرة مستنسين يلعبوا تحت الضغط وبحضور جماهير كبير دونك الأجواء غدوة مش باش تكون جديدة على الفريق اللي عازم إن شاء الله بالعودة بالترجح النهائي رابطة الأبطال الإفريقية. هذه كانت آخر أخبار النجم الساحلي من الإسكندرية. تنجموا تتابعوا أجواء الحصة التدريبية نتاع اليوم والندوة الصحفية اللي تلقاهم أون فيديو على الباج فيسبوك نتاعنا كنوز اف ام وعلى السيت ويب نتاعنا كنوز اف ام بوان نت. نرجع معكم من جديد سلام ملتقانا غدوة إن شاء الله ليلتكم زينة.